هنتكلم في محاضرة النهاردة عن الهيباتوباثولوجي، يعني الباثولوجي of the liver. تمام، الكبد الليفر زي اي اورجان في الجسم عرضة للانجري، والانجري عندنا في العموم ايا كان الاورجان بنقسمها الكونجينيتال والتروماتيك والانفلاماتوري ونيوبلاستيك. الكونجينيتال والتروماتيك في الليفر ما بنشوفهاش كلينيكالي قوي فمش هنتكلم عليها. الاهم والاكتر كلينيكالي هو الانفلاماتوري والنيوبلاستيك، فهنشرحهم في المحاضره بتاعه النهارده. الافكت بتاع الانجري على الليفر بيعمل نيكروزس، والنيكروزس ده عكس الابوبتوزس اللي خدناه في الهيستولوجي قبل كده اللي هو البروجرام سيل ديث. لا ده مش بروجرامد، ده بسبب الانجري. وعلى اساس الباترن بتاع النيكروزس ده بنقسمهم لثلاث انواع هنتكلم عنهم في السلايد اللي جايه، هم الفوكال والزونال والديفيوز. وبعد كده هنتكلم عن الافكت بقى الفيت في الاخر بعد النيكروزس ده اللي هيحصل في الليفر، هل هيحصل هيلينج باي ريجنريشن وبالتالي هيرجع الليفر زي ما كان، او الجزء الافكتد هيرجع زي ما كان، ولا لا هيبقى فيه جزء لوست فور ايفر وهيحصل فايبروزس. وفي حالة الليفر بنسمي الفايبروزس سيروزس. تمام، برضه هنحكي عن الموضوع ده. بالنسبة للنكروزس بنقسمه حسب الباترن اللي حصل بيه النكروزس ده لفوكال وزونال وديفيوز. فوكال يعني جاي من فوكس او فوساي في الجمع، يعني جزء صغير خالص، فوكس واحدة بس من الليفر هي اللي حصل فيها النكروزس، وده بسبب ان الانجري اللي حصلت كانت بسيطة. احنا في العموم المحاضرة دي هنحاول على قد ما نقدر نفهم عشان ما نضطرش نحفظ حاجة كده وخلاص. تمام، فهو ده السبب، فوكال من فوكس، يعني فوكس صغيرة خالص كده هو احنا ايه لقينا فيها نيكروزس. طيب ازاي اعرف ان ده فوكال بس مش زونة ولا حاجة؟ انا هلاقيها كده فوساي صغيرة فيها نيكروزس، بشوفه عن طريق ان انا بشوف كونسل مان بوديز او بالونينج. يعني ايه كونسل مان بوديز؟ لما بتحصل نكروزس لهباتوسايت بيبقى ليها كذا شكل، من اشكالها المعروفة هي الكونسل مان بوديز ان هي بتصغر في الحجم وبتزيد الاسيديتي بتاعتها، بتبقى اسيدوفيليك او بالهيماتوكستين والايوزين لما ببص عليها بالميكروسكوب تبقى ايزينوفيليك. تمام، فالعالم اللي اكتشفها كان اسمه ويليام توماس كونسلمان، واتسمت على اسمه كونسلمان بوديز. لو لقيت كونسلمان بوديز في شريحة هيستوباثولوجي يبقى ده حاصل فيها فوكال نيكروزس، او الاقي فيه بالونينج. البالونينج من اسمها بقت زي البالون، يعني اتنفخت حصل فيها سولينج. نفس الفكرة برضو، حصل نيكروزس وحصل مية كتير دخلت جوه الخلايا فاتنفخت لحد ما بتفرقع وايه بيحصل فوكال نيكروزس. طيب لو الانجري اكبر شوية هتعمل نيكروزس اكبر شوية، ساعتها بنسميه زونال. زونال جاية من زون يعني من منطقة، وعلى اساس الانجري بقسمهم لثلاث مناطق. نبص كده على الصورة دي هنلاقي ان ده شكل الهيباتيك لوبيول. الهيباتيك لوبيول بيبقى هيكساجونال. هيكساجونال يعني ايه؟ هيكسا يعني ستة، جونال يعني رأس، فهيكساجونال يعني سداسي الرؤوس، يعني في ست رؤوس اهم، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام، عند كل رأس فيهم في تراياد، بورتال تراياد، البورتال فين والبايل دكت والايه والهيباتيك ارتري، وفي النص بعد كده في السنترال فين. السنترال فين ده هو اللي ايه اللي بيلم البلد تاني، او البلد بيروح له تاني بعد ما بيجي من بورتال فين ويعدي على الليفر عشان بعد كده يصب فين في السوبيريور فينا كيفا ونكمل السيستميك سيركيوليشن. اكيد طبعا انتوا عارفين البيزكس دي. الهيباتيك لوبيول بنقسمه ل 3 زونز. اول زون من بره خالص بسميها زون 1، تاني زون اللي في النص زون 2، وتالت زون هي زون 3. فزون 3 حوالين السنترال فين، حوالين السنتر اوف ذا لوبيول. تمام، فلو حصل فيها هي النكروزس بسميه سنترال زونال، سنترال زونال نكروزس. لا حصل في زون 2 اللي لونها احمر عندنا في الصوره يبقى بنسميه ميد زونال نكروزس. لو حصل في الزون 1 اللي هي الخضره في الصوره هسميه بريفر زونال او بيس ميل زونال.
ناخد بالنا من حاجتين هنا. واحد ان هما بالعكس، يعني سنترال زون الاول واحدة ديت بتاخد الزون رقم 3، ميد زون التانية وبريفرال بتاخد الزون رقم 1. تاني حاجة يعني ايه بيس ميل؟ بيس ميل يعني ايه؟ يعني ال الوجبة بالقطعة، او اسمه ايه بالقطعة في العموم، يعني في العموم بيس ميل مش بعيدا عن النكروزس. في العموم لما واحد يبقى مثلا بيس ميل ايتنج او بيس ميل انفيدنج او كده، يعني ايه بياخد حتة حتة، مش مهم بقى شكل الحتة ديت زي اللي فاتت، لا مختلفة عن اللي فاتت، لا هو بالحتة تمام. ففي حالة البريفرال زون ديت لما بيبقى بيس ميل نكروزس، معناها ان انا ما بحترمش الاركتكشر بتاع الهباتوجلوبيول. يعني انا مثلا مش باخد الزون الخضرة دي بس كده وما ادخلش على اللوبيول اللي بعدي، لا عادي انا ممكن اعدي على اللوبيول اللي بعدي. انا في جزء معين هيجيت افكتد ايا كان بقى، هو في انهي لوبيول، هو تو لوبيولز ولا وان لوبيول، واخد الزون وان كلها ولا واخد جزء منها، مش هتفرق تمام. الصورة الأكبر بقى، آخر صورة عندنا في النكروزس، لما يبقى الانجري سيفير بيبقى الديفيوز نكروزس أو ماركت نكروزس، بيبقى كذا لوبيول والنكروزس عنيف، وبيبقى ايه خلاص يعني بيبقى غالبا في حالات الكرونيك هيباتيتس وكده. طيب احنا ليه بناخد تايبس اوف نكروزس؟ يعني انا استفدت ايه دلوقتي؟ احنا بناخدها عشان كل تايب من النكروزس ده بيبقى ليه سبب، وهو ده اللي مكتوب في السلايد دي. هي مش علينا بس نبقى فاهمين احنا ليه بناخد التايب ستيت، ومش لازم يكون دي ستيج عشان تبقى تبدا فوكال بعد كده سنترال زونال ميد زونال بريفلر ماركت. لا، في حاجات بتعمل بريفلر من الاول، في حاجات بتعمل ميد زونال من الاول، وهكذا يعني تمام. المهم احنا عرفنا ايه هي التايبس اوف نكروزس عشان لو جات لنا قبل كده بعد كده في سؤال، وازاي بنعرف الفوكال بالكونسلمان والبالونينج وانواع الزونال وكده. نيجي بعد كده عند بعد النكروزس هيحصل عندي ريبير. التو تايبس اوف ريبير دي بتعتمد على الفريم وورك بتاع الهيباتيك لوبيول. يعني ايه فريم وورك؟ المفروض ان في الهيباتيك لوبيول زي ما احنا شفنا بيبقى هيكساجونال يعني شكله سداسي، وفي ليفر سيل بليتس او هيباتوسايت بليتس هنشوفها في السلايد اللي جايه. كل بليت يعني كل شعاع من خلايا الكبد اللي هي هيباتوسايتس المفروض يبقى سمكه خلايا واحده، يعني متكون من خلايا واحده مش خليتين جنب بعض او كده. لو انت الكولاجين اللي ما بينهم والماتريكس اللي محافظه على الشكل ده باظت، مش هتقدر الهيباتوسايتس تعمل ريجنريشن بنفس الطريقة، مش هتقدر تعمل شكل سداسي ومتكون من خلايا عبارة عن أشعة كل شعاع يحمل خلايا من سيل واحد، لا هتلاقيهم بقوا كذا سيل في نفس العمود أو تمام. فهوريها لكم في السلايد اللي جاية. فعلى أساسها زي ما قلنا أهم حاجة نبقى عارفين إن هو الفريم ورك ده مدام انتكت عندي هيحصل ريجنريشن هيباتوسايتس عادي، كل هيباتوسايت عارفة هتطلع فين، فيحصل ان الليفر يرجع زي ما كان، الجزء الافكتد يرجع زي ما كان. لو ديستورتد هتبقى الهيباتوسايتس مش عارفه ترجع ازاي بالشكل اللي كانت عليه، فهيحصل ان في اماكن متظبطه وفي اماكن مش متظبطه كويس، والاماكن الفاضيه هتملاها ايه الستيلات سيلز بالفايبروز. نبص على السلايد دي. ده شكل الهيباتوجلوبيول. الهيباتوجلوبيول زي ما قلنا هيكساجونال، وكل جون منهم كل هيد من الهيدز ديت فيها البورتا ترياد اللي عندنا. لو كبرنا على واحده منهم هنبص كان نشوف ايه، زي ما بقول لكم اللوبيول متكون من ليفر سيل بليتس، ده اسمه بليت، الشعاع ده اسمه بليت. ناخد بالنا ان كل بليت الثيكنس بتاعه 1 ليفر سيل 1 هيباتوسايتس ورا بعض مش جنب بعض تمام. انا دلوقتي لو حصل عندي انجري في حاجه من اتنين هتحصل، يا اما الهيباتيك الهيباتوسايتس اللي هي الليفر سيلز حصل لها ديستراكشن زي ما احنا شايفين اهو، وشوف عددهم هنا كان كام وهنا عددهم بقى كام، بس الماتريكس اللي في النص اللي عامله الفريم ورك عندي لسه موجوده بشكلها. فبالتالي انا هنا لو حصل ريجنريشن للهيباتوسايتس تبقى عارفه انا محتاج واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، اكمل الفراغات وهيحصل ايه ريزوليوشن اللي هو ترجع زي ما كانت. لكن هنا الماتريكس نفسها باظت فما بقتش انا عارف الشكل، الشعاع اللي هنا كان فين بالظبط، مين ورا مين، مين جنب مين. ف
فلاقي بعد كده في الهيلينج الهيباتوسايتس هنا عرفت طريقها في حالة الريجنريشن زي ما مكتوب، فرجعت زي الصورة الأولانية تمام، لكن هنا ما عرفتش لأن الفريم ورك المفروض تمشي عليه ما لقيتهوش. فحصل ريجنريشن لبعض السيلز، ولكن الصفات التانية اتملت بايه، بفايبروزس، وحصل سكارنج فيما يسمى عندنا في الليفر بايه، بالسيروزس. بالنسبة للانفلاميشن، انفلاميشن اوف ذا ليفر يعني هيباتايتس. الهيباتايتس ليه اربع انواع، او اي انفلاميشن بيبقى ليه اربع انواع حسب الكوز، البكتيريا والفيرال والفانجل والبرازيتك تمام. اهم نوع عندنا واكتر نوع شهرة هو الفيرال، واي سبب الفيرال هيباتايتس فيروسز، بس ده بتبقى ايه، هيباتوتروبيك. هيباتوتروبيك يعني ايه، هيباتو جاي من الليفر وتروبيك جاي من تروبيكال يعني مستوطنة، فبالتالي هي فيروسات بتستوطن الكبد، يعني الهيباتيك انفايرومنت اتموسفير بيبقى احسن بالنسبة لها. بنقسمها بعد كده برضو تقسيمها مش عليكم قوي بس تبقوا فاهمين، يعني عشان هيباتايتس مش لازم بس يكون الهيباتوتروبيك فيروس اللي عندنا ديت، دي اسمها برايمري هيباتوتروبيك فيروسز، يعني بتدخل الجسم على الليفر على طول. في سكندري يعني فيروسز بتدخل الجسم بتأفكت اورجانس تانية وتروح بعد كده تأفكت الليفر، فبيبقى السكندري ايه، هوست بالنسبة لها. طيب الهيباتوتروبيك فيروسز معروفة من زمان، هم خمس انواع، هيباتيتس A E بي دي سي تمام، مش بالترتيب لان احنا هنا جايبين الحاجات الريليتد لبعضيها. زي ايه؟ هيباتيتس اي فيروس وهيباتيتس اي فيروس، الاثنين مشتركين في ان هما فيكو اورال المود اوف ترانسميشن بتاعهم، يعني ازاي الواحد بيجيت انفكتد بهيباتيتس اي فيروس، عن طريق تلوث الطعام، ان هو ياكل حاجه مش نظيفه فيكون واحد تاني هو اللي عملها وعنده هيباتيتس اي، او عملها بميه ملوثه بهيباتيتس A، فيدخله عن طريق ايه، الانجكشن، يعني ياكل الحاجة فيها الفيروس ده، يدخله اليمنتري. طيب الكلينيكال بيكتشر عندنا بتبقى ايه، الهيباتيتس الانفلاميشن اوف ذا ليفر هيباتيتس ده بيبقى اكيوت او كرونيك. اكيوت اقل من 6 شهور، وغالبا بيبقى اقل من 3 شهور، وهو بيقعد اسبوعين، يعني الناتشرال ان هو بيقعد اسبوعين الواحد يخف. الكرونيك ان هو يقعد اكتر من 6 شهور تمام. في حالة هيباتيتس A فيروس هيباتيتس E فيروس بيبقى عندنا اكيوت هيباتيتس، والاكيوت هيباتيتس او الفيرال انفكشن في العموم ملوش علاج، ملوش يعني زي البكتيريا ليها انتي بيوتكس، الفيرال ليها انتي فيرال دراجز، ولكن مش بتأفكت قوي. احنا بالنسبة لنا الفيروس بيبقى سيلف ليميتنج بما فيهم هيباتيتس A فيروس تمام. فهو بيعمل سيلف ليميتنج اكيوت هيباتيتس. هيباتيتس اي فيروس نفس الافكت، ولكن وجدوا ايفيدنس بيس ميديسن اللي هو ستادي بيسد، يعني ان 20% من الحوامل اللي بيجي لهم هيباتيتس اي فيروس بيكملوش، فمع هيباتيتس اي فيروس بالذات مش مع الهيباتيتس اي. فدي نقطة مهمة برضو، لو جت انهي تايب من انهي واحد من الهيباتروبيك فيروس هو اللي بيعمل كده، هيباتيتس اي فيروس تمام. الفيت بعد كده بيحصل ريزوليوشن عادي، ليه؟ لان هو بيعمل اكيوت هيباتيتس فتره وبتعدي وخلاص، ما بيسيبش اي افكت بعد كده، فالليفر بيرجع طبيعي عادي. نيجي بعد كده على الاخطر والاهم عندنا، هم الهيباتيتس بي فيروس وهيباتيتس سي فيروس تمام. الترانسميشن بتاعهم مش فيكو اورال، مختلفين عن الهيباتيتس اي وهيباتيتس اي. بارنترال، بارنترال يعني عن طريق البلد تمام، سواء بقى حقنة، سواء شكة، ايا كان، blood transfusion ايا كان، ده المين في حالة هيباتيتس بي وحالة هيباتيتس سي. السكشوال اكتر في هيباتيتس بي فيروس تمام، والترانسبلاسنتال برضه في هيباتيتس بي فيروس، لان الهيباتيتس بي فيروس انتيجنز اللي هي المسؤولة عن الانفكشن حجمها صغير، فبتعدي من البلاسنتال بايرس تمام. الهيباتيتس سي فيروس نفس الترانسميشن بتاع هيباتيتس بي، ولكن حته السكشوال دي بتبقى اقل، الهيباتيتس بي هو الاكتر في موضوع السكشوال، فبيبقى يعني تاني سبع دول. لكن غالبا لو حد جاله هيباتيتس من سكشوال ترانسميشن بيبقى هيباتيتس بي مش سي، البارنتال ممكن الاثنين عادي، والاكتر بيبقى هيباتيتس سي كمان.
تمام. اخر واحد فيهم هو هباتيتس بي فيروس، دي فروم ديفكتيف الاسم بتاعه. ليه؟ لان هو ما يقدرش يعمل انفكشن لوحده، لازم حاجه من اتنين، يا اما يبقى في كو انفكشن، يعني هو داخل مع فيروس تاني قوي اللي هو هباتيتس بي فيروس بس، ما بيدخلش مع اي هباتيتس تاني، اي فيروس تاني غير البي، او ان يحصل سوبر انفكشن. يعني ايه؟ يعني ان الهوست نفسه مناعته تبقى ضعيفة خالص، ويبقى الفيرال لود زيادة خالص على هباتيتس دي فيروس، فيحصل سوبر انفكشن مش انفكشن عادي، والمناعة بتبقى ضعيفة خالص. ليه؟ لان هو بيبقى اتش بي في كارير اللي هو الهوست البني ادم اللي هيجيله هباتيتس دي فيروس، تمام، فيبقى افكتد وحصل معاه كرونيك هيباتيتس والدنيا ايه مش كويسة معاه، فبيبقى مناعته واقعة. ولو تعرض لفيرال لود كبير من هيباتيتس دي فيروس يدخل في ايه؟ هيباتيتس دي فيروس هيباتيتس. طيب كلينيكال بيكتشر بتاعتهم، هم الاربع انواع دول. المهم عندنا الهيباتيتس دي فيروس ده هو اللي بيعمل فالمننت هيباتيتس. الفالمننت هيباتيتس ان هو بيحصل ايه؟ زي الاكيوت بس ممكن يبقى فيتال. يعني الاكيوت هيباتيتس في الشخص الطبيعي من هيباتيتس اي او بي او سي، جوندس وبليدنج تندنسي وانوركسيا، يعني تمام السيمتومز العاديه. انا مش عليكم ان ده كلينيكال وانتو هيباتوباثولوجي، ولكن مش فيتال. الاكيوت كيس مش بتبقى فيتال، الفالمنت لا ممكن يبقى فيتال. فده المهم عندنا، ده المميز في الكلينيكال بيكتشر اهو مع الهيباتيتس دي فيروس، عشان لو جت ام سي كيو. ولو كانت حاله سوبر انفكشن، يعني بيشنت عنده هيباتيتس بي فيروس اصلا ودخل عليه هيباتيتس دي فيروس، 80% هيبقى كرونيك هيباتيتس، مش هيبقى فالمننت او اكيوت او كده، هيبقى كرونيك 80%، تمام. باقي الفيروس اللي هم البي والسي، السي غالبا ما بيبقى، يعني المايلد والسب كلينيكال اكيوت ده غالبا بيحصل، وبعد كده البيشنت بيبروجريس للكرونيك على طول، 50% بروجريس وممكن يكون اكتر كمان. الهيباتيتس بي فيروس بقى هو اللي ايه ممكن يعمل اربع انواع عندنا، وده الاخطر، ممكن يبقى كارير وبعدها لما يجي له هيباتيتس دي فيروس يروح يحصل عنده سوبر انفكشن، او اكيوت زيه زي هيباتيتس اي فيروس، او كرونيك زيه زي هيباتيتس دي فيروس، او فالمننت زيه زي هيباتيتس دي فيروس. والاوحش كمان في ان الهيباتيتس بي فيروس بيؤدي عندنا الايه الهيباتوسيا كارسينوما. السبب بتاعها يعني مش محتاجين تعرفوه، لكن هو ان ال الماده الوراثيه بتاعته دي ان ايه مش ار ان ايه. ف يعني طيب هي الدي ان ايه، احنا عندنا دي ان ايه مش عندنا ار ان ايه، فالفيروسز الار ان ايه بتاعها ما بيعملش افكشن للدي ان ايه بتاع الخلايا بتاعتنا. لما الفيروس يدخل جوه الخليه مش بيقدر يعمل حاجه للنيوكلس اللي جواها الماده الوراثيه ديت، لان هو ار ان ايه وهي دي ان ايه. لكن هيباتيتس بي فيروس دي ان ايه فيروس، فبالتالي لو دخل جوه الخليه ممكن جدا يدخل جوه النيوكلس الماده الوراثيه بتاعته الدي ان ايه وتندمج معاها، فبالتالي بقى الدي ان ايه بتاعنا مش بتاعنا، بقى في جزء غريب. الجزء ده هيؤدي الى خلايا ليفر سيلز مش طبيعيه، خلايا مسرطنه، فهي عندنا هيباتوسيلولار كارسينوما. مش مكتوب الشرح ده، ف يعني لو وصلتك تمام، ما وصلتكش مش مشكله، هتعرفها بعدين، تمام. فالفيت، ولكن الاهم ان الفيت في حاله الهيباتيتس بي فيروس بيبقى غالبا كرونيك، البيشنت ما بيعديش منه، ما بيبقاش فيه ريزوليوشن لان الافكشن بيبقى كبير، او بيبروجريس للهيباتيتس كارسينوما. السيروزس نفسه بيؤدي هيباتيتس كارسينوما ليتر، برضه ليه ميكانيزم تانيه مش مطالبين بيها. وكذلك برضه في الهيباتيتس دي وهيباتيتس سي، التلاته على بعض البيشنت بيبقى كرونيك، كرونيك كارير، كرونيك كيس. ليفر سيل فيلير ديت هي الاند ستيج عندنا، ده بعد الكرونيستي وخلاص البيشنت دخل في سيروزس بقى سيروتيك بيشنت. لو فضل بروجريس كده هيوصل لمرحله الليفر سيل فيلير، وكل ده هنتكلم عنه في باقي المحاضره. الكلينيكال بيكتشر عندنا مش مهمه، المهم عندنا الهيستوباثولوجيكال بيكتشر، تمام.
فالهيستوباثولوجيكال بيكتشر مش هقدر اعرف فيها هو انهي واحد من الفيروس ديت هو اللي عمل لي الهيباتيتس، تمام؟ ولكن هقدر اعرف هل الهيباتيتس ده اكيوت ولا كرونيك. وبالتالي في الاكيوت غالبا هيبقى هيباتيتس ايه او اي، وفي الكرونيك هيبقى بي او سي او دي، تمام؟ فايه الباثولوجيكال بيكتشر بتاعه الاكيوت وبتاعه الكرونيك والفروق اللي ما بينهم؟ في الباثولوجي الجروس بيكتشر عندنا احنا دايما بنقسم باثولوجيكال بيكتشر لحاجتين، جروس بيكتشر ومايكروسكوبيك. جروس لما بشوف السبيسمن نفسها قدامي، ومايكروسكوبيك لما بقطعها واحطها على الشريحه تحت الميكروسكوب. في الجروس بيكتشر كان زمان بتتقال ان هي 4S و4C، السايز والسايت والشيب والسيرفيس، وال4C اللي هي الكالر والكونسيستنسي والكبسول والكات سيكشن. بنعمل كومنت على الثمانية دول، هنا مفيش سايت طبعا عشان ايه كله في الليفر. هنشوف الفروق التانية. بالنسبة للسايز في حالة الأكيوت بيبقى انلارجد، في حالة الكرونيك ليه بيبقى شرانكن؟ انلارجد معروفة لأن أي انفلاميشن هيحصل فيه سويلنج، فبالتالي الليفر هيبقى كبير. طب هناك بيبقى ليه شرانكن؟ لأن في حالة الكرونيك بيحصل هيلينج باي فايبروز، الفايبروزز ده فايبرس تيشو بتحصل لها سكارنج زي أي حد اتعور في ايده وحصل سكار مكان التعويرة. السكار ده هتلاقيه بدأ يشد على السكن كده اهو، فالشدة اللي بتحصل ديت الكونتراكشر اسمها بتخلي الليفر شرنكن اصغر في الحجم. الشيب هنا بيبقى ريجولار لان مفيش اي جزء حصل فيه انكماش، لكن هنا بيبقى ريجولار وعرفنا ليه. السيرفيس هنا بتالي سموث، وهنا السيرفيس هيبقى نودولار. حتة نودولار ديت هنفهم بالظبط ايه النودولز اللي حصلانه، وبرضو بيبقى السيرفيس نوت سموث عشان الشرانكينج اللي حصل. الباقي بعد كده عندنا الكالر بيبقى جرينش او بايل ستيند، ليه؟ عشان السيلز ديت بقت انفليمد، وبالتالي بتعيق حركة البايل اللي بتصنعه الهباتيك سيلز الهباتوسايتس. وبعد كده بينزل في البورت في البايل كاناليكيولي، بعد كده البايل داكت لحد ما يدخل على السكند بارت اوف ديودينم. هنا لا، هتلاقي الخلايا دي بقت انلارجد، فبالتالي هيبان فيها البايل ومش هيعرف يطلع ما بينهم للبايل كاناليكيولاي، فتلاقيه قاعد في البايل كاناليكيولاي كبير كده اهو، فيبان عندنا فين اللون اخضر. هناك بيحصل جزء كده فبيبقى عندنا برضو اللون الجرينش ده، واليلوش ده بيحصل بسبب الفات جنريشن اوف ذا نوديولز. هنتكلم برضو عن النودولار افكشن بتاع ايه بتاع السيروزس ده. الكونسيستنسي هتبقى سوفت، هتبقى فيرم، ليه؟ عشان برضو جزء الفايبروتس ده مش سيلز، ده فايبرس تيشو، فبيبقى فيرم. الكبسول هنا بيبقى سن، هنا بيبقى سكند. ليه السن هنا؟ لان الانفلاميشن ما وصلش للكبسول، الانفلاميشن في الليفر بس، فالكبسول بتاع الليفر لسه زي ما هو زيه زي النورمال سن. هنا لا، بيبقى فيه برضو فايبروزس على السيرفيس بيعمل اريتيشن مع الكبسول فبيخليه ثك، غير ان هو ممكن اصلا يبروجريس للكبسول نفسه فيبقى سكند فايبروز. دي الكات سيكشن بقى كده، لما اقطع في الليفر كده وابص عليه من جوه هلاقي هنا نورمال بارينكما، يعني الشكل من بره طبيعي بس هو اكبر شويه في الحجم. هناك لا، هلاقي ريجنريشن جولز ديت وسيبريتد باي فايبرس سيبتا. فكره ان الجولز نبقى عارفين لان هيبقى في عندنا تو تايبس اوف نيديولز في حاله الكرونيك هيباتيتس والسيروزس اسمها ريجنريشن نيديولز، تمام؟ في حاله الهيباتوزيا كارسنوما دي بتبقى ايه كانسرس نيديولز. ريجنريشن نيديولز دي بتبقى الهيلينج اللي حصل عندنا، بيبقى الهيباتوسايتس بتحاول تعمل نفس الاركتكتشر اللي كانت عليه ما بتعرفش، بيبقى بانش اوف سيلز كده مجمعين مع بعضهم وعاملين نوديول مش عاملين شكل الاركتكتشر، وما بينهم الستيل سيلز بتحاول تملى الفراغات فبتعمل ايه ديبوزيشن للكولاجين وكده، فبيحصل عندنا سبتة، بتبقى فايبرس سبتة منفصلهم كده. ولكن ديت هيباتيك سيلز طبيعية، شكلها بس مش منتظم، بالتالي الفانكشن بتاعتها مش منتظمة، ولكن هي ديت نورمال هيباتوسايتس، تمام؟ فده اللي بيدي الشكل من بره، بيبقى نودولار والفايبرس سيبتا اللي في النص ديت هي اللي بتشد فبتخلي السايز شرانكن وبالتالي الشيب irregular وكده، تمام؟ ده من ناحية الجروس بيكتشر، يعني لما ابص على عينة
في الجار او بره بلاقيها كده. مايكروسكوبيكلي ببص على حاجتين، على الفريم ورك بتاع الهيباتوسايت ستيت في اللوبيول، وعلى السيلز نفسها اللي انا شايفها قدامي. يا ترى ايه السيلز دي؟ في حالة الأكيوت هيباتيتس الفكرة بتبقى برضو مايلد شوية، فبحافظ على الفريم ورك عندي، فبلاقي الفريم ورك انتاكت. ازاي بقدر احدد ان الشريحة اللي تحت دي تحت عيني دي الفريم ورك فيها انتاكت ولا ديستورتد او حصل له كومبليت لوس زي في حالة الكرونيك؟ ببص على اهم حاجتين عندي، السنترال فين اللي في النص، من اسمه سنترال فين، فلازم الاقيه في نص اللوبيول. لو لقيته السنتريك زي ما هو يبقى انتاكت، ولو لقيت الليفر سيب بليتس اللي اتكلمنا عنها في السلايد بتاعه الريبير، وان سيل سيكنس مكونه من خلايا كل واحده واحده بس ورا بعض، يبقى ده الفريم ورك عندي انتاكت. لا لقيت السنترال فين ده مش موجود، او اكسنتريك او دبل، يعني لقيت اتنين جنب بعض او كده، والليفر سيب بليتس لقيتها السيكنس بتاعها اكتر من خليه واحده، يبقى لا الفريم ورك ده مش مظبوط، وهنا حصل عندي كرونيك هيباتايتس وعمل سيروزيس كمان. طيب ده من ناحية الفريم ورك. السيلز نفسها بقى غير الهباتوسايتس هلاقي ايه؟ هلاقي اليوكوسيتيك انفلتريشن، يعني هلاقي ان في خلايا كرات الدم البيضاء عملت انفلتريشن للليفر. اهم واحدة من الفايف تايبس اوف ليكوسايتس المسؤولة عن الفيرال انفكشنز هي ايه؟ هي الليمفوسايتس، فهلاقيها بكثرة موجودة، والماكروفيج، وبعد كده هلاقي فيو ايزينوفيلز وبلازما سيلز. النكروز اللي حصل عندي بلاقيه هنا فوكال او سنتر زونال، عشان هو برضو الافكشن بسيط زي ما قلنا، فالنكروز اللي هيحصل هيبقى بسيط. هناك لا، بلاقي بيس ميل او بريدجنج نكروزس اب تو ماركت. بيس ميل قلنا ان هو قطعة معينة هي اللي حصل لها نكروزس، بعيدا عن الاركتكشر، مش ملتزمة بقى هي في لوبيول ولا في اتنين ولا في اكتر وكده. بريدج النكروزس ده لما يبقى في عندي نكروزس موصل ما بين تو لوبيولز، يعني على واخد جزء من اللوبيول اللي فوق وجزء من اللوبيول اللي تحت، بسميه بريدج نكروزس، ان هو موصل ما بينهم. تمام. الكبفر الاكسترا سباكال اللي ممكن الاقيها في حاله الاكيوت هيباتيتس، بلاقي الكبفر سيلز اللي هي الاميون سيلز المسؤوله عن الليفر، بس موجوده جوه الليفر مش في البلد، فيها هايبر بليزيا او هايبر اوتوفيلي، عشان ده في اميون رياكشن اجينست الفيروس اللي دخل عندي الليفر. في حاله الكرونيك هيباتيتس بتختلف حسب ايه التايب، هيباتيتس بي او هيباتيتس سي. هيباتيتس بي بلاقي جراوند جلاس ابيرنس ويز ساندد نيوكليوي، هيباتيتس سي فيروس بلاقي انترانيوكلير فيرال انكلوجن. يعني ايه الكلام ده؟ الجراوند جلاس ابيرنس في حاله الهيباتيتس بي فيروس بيحصل ليه؟ الاثنين هيباتوتروبيك فيروسز، بمعنى ان هو فيروس ان هو جوه السيل وبيعمل ريبليكيشن في النيوكليوس. هيباتيتس بي قلنا دي ان اي فيروس، لكن سي ار ان اي، فعشان هو دي ان اي مش بس بيعمل هيباتوسيلر كارسينوما ليتر، الريبليكيشن بتاعه بيبقى اسرع بكتير. تمام. فعشان تعمل ريبليكيشن للفيروس انت محتاج تدخل جوه النيوكليوس ويحصل بعد كده كابيز مختلفة، يحصل يعني بالسموثنج بلازمك ريتيكولم وباقي الار ان اي زي ما بنقول عندنا هو ماسنجر وترانسبورتر، الحاجات دي انتوا عارفينها، رايبوزومال. نبتدي نعمل نسخ، فالنسخة الكتيرة الموجودة جوه السيل ديت بتدي المنظر ده. لما يبقى عندي سموث اندوبلازمك ريتيكولم هايبر اكتيف وكتير كده اهو في الهيباتوسايتس، عشان الهيباتيتس بي سر الهيباتيتس بي فيروس محتاج يطلع نسخ كتيرة من الانتيجين بتاعته عشان يدخل كذا خلية تانية، بيبقى شكل الخلية مش كلير زي الخلايا العادية بتاعت الهيباتوسايتس، يعني زي دي لونها ابيض، لا هنا هنلاقي ان هو ايه لونها ما بقاش ابيض، بقت عامله زي ايه؟ زي الجراوند جلاس. جراوند جلاس اللي هو لو في مثلا كوبايه ازاز، القاع بتاع الكوبايه ده بيبقى الازاز فيه ادخن شويه، ما بقاش شفاف زي الحيطان بتاع الكوبايه. فهي دي النقطه، هنا الشكل السيتوبلازم بيبقى مليان اس اي ار اللي هي سموث انتوبلازمك ريتيكولوم، فما بيبقاش شفاف او نفس الشكل الطبيعي بتاعه، كانه بقى جراوند جلاس كده. ومن الناحية التانية من ناحية النيوكلياس نفسها، النيوكلياس نفسها بيبقى فيها
اجزاء من الدي ان ايه بتاعت الفيروس كتيره قوي، تمام؟ عشان في الدي ان في الـ في الـ في الهيباتيتس بي فيروس دي ان ايه، فبيندمج كمان مع الدي ان ايه بتاع الخليه، مش بس بيبقى موجود في النيوكليوس، وبالتالي عاده بيبقى اكبر من حاله هيباتيتس سي فيروس. فلما يبقى كتير كده هو موجود جوه النيوكليوس، بيغطي على النيوكليوس كده في جزء منها، بيعمل كأن في رملة على النيوكليوس اسمها ساند نيوكليار، تمام؟ هيباتيتس سي هيباتيتس بي سيرفيس كور انتيجين اكيوميليشن ان هيباتوسايت نيوكليار بروديوس اساندد ابيرنس. يعني شايفين شكل النيوكليوس العادية هنا، هنا ديت لا، ده هنا متجمع كذا انتيجين عشان الـ يحصل ريبليكيشن للهيباتيتس بي فيروس ده في النيوكليوس، فمغطين عليهم كأن حد راشش رملة على النيوكليوس دي. لكن في حالة هيباتيتس سي فيروس بنلاقي ايه، الاجزاء اللي هي اغمق شوية من النيوكليوس العادية، يعني دي شكل النيوكليوس العادية والنيوكليوس بتاعها، هنا هنلاقي ان هو اغمق شوية لان في برضو انتيجنز من هيباتيتس سي، ولكن اقل في العدد طبعا من هيباتيتس بي فيروس، فبالتالي ايه بتغمق لكن مبيبقاش الشكل مختلف تماما زي في حالة الهيباتيتس بي فيروس. بعد ما خدنا الفرق ما بين الاكيوت والكرونيك واب تو سيروتيك، هناخد دلوقتي الكرونيك هيباتيتس اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، ممكن نقسمها 3 تقسيمات، او احنا بنقسمها 3 تقسيمات المهم عندنا رقم 3 فيهم. ايه هما الـ3 تقسيمات؟ اول واحدة according to the cause، يعني ايه اللي سبب عندنا الهيباتيتس. اشهر نوع عندنا كرونيك هيباتيتس الفيرال، الباقيين موجودين ولكن مش بكثرة، الاوتو اميون، الدراج انديوسد سام دراجز يعني مش علينا اسماء، ويلسون ديزيز، والكريبتوجينيك. كريبتوجينيك يعني unknown، يعني احنا مش عارفين اللي حصل، زي ايديوباثيك كده، تمام؟ اهم نوع عندنا ايه هو الفيرال هيباتيتس. طيب لو بالمايكروسكوب بصيت عليها وشفت النسبة ما بين النكروزس اللي حاصل في الهيباتوسايتس والانفلاميشن اللي حاصل حوالين الحتة اللي فيها النكروزس دي، بقدر اعمل جريدنج للكرونيك هيباتيتس اللي حصل عندي. جريد 0 ما بلاقيش فيه نكروزس وما بلاقيش فيه انفلاميشن، طبيعي. جريد 1 هو دول اهم عندنا، مفيش نكروزس بس في بورتال انفلاميشن. ليه؟ لان لسه ما وصلناش لدرجه انجري تسبب نكروزس، ولكن في انجري اوريدي، في انجوريوس ايجنت تعرض ل الليفر فعمل انفلاميشن. جريد 2 بدا يحصل اول ديجري من النكروزس اللي هي الفوكال نكروزس، وبدا يبقى عندنا بيري بورتال كمان انفلاميشن، مش بس في مكان البورتال تريات، لا بقى كمان حوالينه في انفلاميشن، ده معناه ان هو ايه الانجوريوس ايجنت بقى موجود اكتر. جريد 3 النكروزس بيزيد اكتر، وبنلاقي ان البريبورت انفلاميشن بقى مودريت مش مايلد، يعني هنلاقي فيه الليمفوسايتس اكتر، السويلنج اكتر، كل حاجه ساينز اوف انفلاميشن الخمسه دول عندنا احنا ميكروسكوبيك يبان عندنا السويلنج والليبوسايتس، لكن التندرنس والهوتنس وكده ده بيبان من بره كلينيكالي مش عندنا. جريد 4 بعد كده بريدجنج نكروز، خلاص احنا بدأنا ندخل من لوبيول للوبيول، والانفلاميشن في المرحلة دي بيبقى سيفير بقى، خلاص الساينس تبقى اكتر بكتير. النقطة التانية لو احنا اتكلمنا عن نقطة الفايبروزز، الفايبروزز ده بيحصل في حالة الكرونيك بعد ما يحصل عندنا نكروزز وانفلاميشن، ده اللي هو في الاول بيبدأ عندنا يحصل فايبروزز، على اساسها بعمل ستيجنج، وده الاهم بقى عندنا، لان زي ما قلت لكم تالت نوع عندنا هو الاهم، لان البيشنت اللي بيجي لي بكرونيك فايتس ده غالبا ما بلحقش اشوفه في مرحله النكروزس انفلاميشن، لكن بيجي لي بعد ما يكون دخل فايبروز. على حسب النسبه بتاعت الفايبروز في السبيسمن اللي عندي بقدر احدد هي اي ستيج. ستيج 0 اللي هو النورمال نو فايبروز، ستيج 1 مينيمال بورتال فايبروز، ستيج 2 بيري بورتال زائد انتاكت فريم ورك، ستيج 3 سبتال فايبروز زائد ديستورتد فريم ورك، وستيج 4 حصل سيروزس يعني حصل فيبروز كبير. مش هقدر اشرح لكم قوي كده كلاما، لازم نبص عليها في الصوره. هنا شايفين البورتال فايبروزس يعني حوالين البورتال تراياد اللي هم كل 3 من دول، دول اسمهم بورتال تراياد، بدا يحصل عندنا فايبروز، تمام؟ هنا بورتال فايبروزس ويز فيو سبتا، وناخد بالنا ان ما حصلش ديستورشن للشيب، يعني البورتال تريادة اهو زي ما انتم شايفين في مكانه، والسنترال فينز الموجوده في حوالينه ديت لسه في مكانها زي ما هي. هنا بلاقي لا بقى يحصل سبتال فايبروزس
واصل للسنترال فينز، وبالتالي اللي حوالين السنترال فين ده اللي هو المفروض هنا فيه هيباتوسايتس هتتشوه، لان مفيش مساحه يتكون عندنا هيكساجونال لوبيول. انت الحته ديت بوظتها، الحته ديت بوظتها، الحته ديت بوظتها، الحته دي بوظتها، فايه عملت ديستورشن للفريم ورك. المرحله الاخيره هي السيروزس، زي ما شايفين هنا الفيبروزس تو ماتش بقى عامل ايه، سيروزس، ما بقاش في مكان ينفع يتحط فيه لوبيول، الاماكن بتاعت السنترال فينز مش كلها سنترال، ده بقى اكسنتريك شويه، ده بقى اكسنتريك شويه كده. فوصلنا لاخر مرحله، اخر ستيج من الكرونيك هيباتايتس. بالنسبه للسيروزس بعد كده نفسه، خلاص انت قلت ان الكرونيك هيباتايتس ده ستيج 4، وبالتالي قلت ان ده كده سيروتيك. طيب لو انت عندك سيروتيك ليفر دلوقتي عايز تقسمه، تقسمه على اساس ايه؟ برضو الكوز ديت ده يعني ده الاتيولوجي، لكن احنا بنقسمها حسب الريجنريشن نيوجولز اللي انا شايفها. الريجنريشن ديت بشوفها ازاي؟ جروس بيكتشر، مش مايكروسكوبيك ولا حاجه. لو في مايكرو نيوجولر او ماكرو نيوجولر او ميكسد مايكرو اند ماكرو نيوجولر حسب السايز بتاعها، يعني لو السايز من 1 ل 3 مللي بقول ان ده مايكرو نيوجولر، لو اكتر من 3 مللي بقول ماكرو، لو لقيت شويه مايكرو وشويه ماكرو بسميه ميكسد. ايه الريجنريشن ديول ديت؟ هو الاماكن الفاضيه، لو بصينا كده في السلايد اللي فاتت، الاماكن الفاضيه اللي كان المفروض تتعمل فيها لوبيول ما بتبقاش كافيه ان يتعمل فيها لوبيول. بس برضه ريجنريشن باور بتاعت الهيباتوسايتس موجوده، فهتطلع عندنا هيباتوسايتس في مكان اللي حصل لها لص، ولكن بشكل غير منتظم، يبقى بشكل نوديولز طالعه كده اهو، مش منتظم عامله لوبيول معين، وبالتالي الفانكشن بتاعتها تبقى افكتد، لان احنا الشكل الهكساجونال بتاع، يعني لو افترضنا كده هو بيبقى شكل هكساجونال بتاع الليفر لوبيول، ليه غرض ان انت عندك عند كل هيد بورتال تراياد المفروض بتطلع بايل في الاتجاهات دي، تطلع البايل لبره والبلاد بيدخل من الاطراف لجوه على السنترال فين، ففي في تراكتس للاماكن دي، بلاد سينوسايدز وبورتال تراكتس، يعني موضوع دقيق. فلما تغير في الشكل بتاعه الفانكشن كمان هتتاثر. ده التقسيمه الاهم لليفر سيروزس. التقسيمه الثانيه حسب الكوز، اهم كوز عندنا الليفر سيروزس هو البوست هيباتيتك في مصر، بره الالكوهوليك لان الناس بقى بتشرب الكحول كتير وكده، او فيما بيسمى باللينكس ليفر سيروزس. اللينكس ليفر سيروزس ممكن يكون بسبب الالكوهول، يعني لو واحد لو حصل له اكسس الكوهول انتيك اوفر تايم مش وان تايم. النيوتريشنال ممكن يبقى يعني سبب تاني، يعني هي برضه هيبقى نفس الكروس بيكتشر والماكرو بيكتشر، بس مش بسبب الاكسس انتيك اوف الكوهول، لا ده بسبب ان ايه، ان في نقص تغذيه في البلاد بقى اللي هي في جنوب القاره وكده بتاعت افريقيا، ممكن يدخلوا في ليفر سوليد نيوتريشنال، ولكن مش كومن قوي يعني. البوست هيباتيتك والبوست نكروتيك اتنين ريليتد لبعضيهم، ولو ان البوست نكروتيك اوسع شويه، لان اسباب النكروتيك زي ما شفنا ما كانتش هيباتيتس بس، كان فيها دراكس وكان فيها كيميكال وكده، فاي سبب منهم ممكن برضو يدخلنا في ليفر سيروزس. البيلياري ده موضوع كبير المفروض هيتشرح لوحده ليتر يعني، وبيتقسم لبرايمري وسكندري. برايمري لو انت هيباتيك اسباب في الـ في الـ في الـ في البورتر تاكس نفسها، والسكندري اكسترا هيباتيك بسبب حاجه في الجوب بلادر، او يعني تفاصيل تانية كده مش عليكم دلوقتي، المهم بتعرفوا ان في نوع بيلياري. وبعد كده الكاردياك والميتابوليك والكريبتوجينيك كتفاصيل مش علينا، ولكن ليتها هتتشرح لكم في البطن ان شاء الله. طيب الاهم من الكلاسيفيكيشن اوف ليفر سيروزس بعد ما عرفنا الاسباب بتاعته والكلينيكال بيكتشر، الفرق بينها وبين الاكيوت هيباتيتس في ميكروس ماكروسكوبيك سوري باثولوجيكال بيكتشر مش كلينيكال، نيجي على النقطه الاهم عندنا، ودي اهم نقطه في المحاضره كلها، هي الكومبليكيشنز اوف ليفر سيروزس. الليفر زي ما قلنا هو هيكساجونال سداسي الرؤوس، وبرضه الكومبليكيشنز سته او اهم سته هم اللي هناخدهم نركز فيهم مع بعض، لان ايه كلهم لو فهمناهم مش هنحتاج نحفظ حاجه فيهم. اول حاجه بورتال هايبرتنشن. بورتال جايه من بورتال فين، يعني الوريد البابي اللي هو بيلم البلد من الجي اي تي كلها ويوديها على الليفر، تمام، عشان يعمل ديتوكسيفيكيشن وباقي الجاست
elementary functions بتاعت الليفر، مش الهيماتوبيوتيك elementary، عشان الحاجات اللي احنا كلناها دي يتصرف فيها الليفر. والله حاجة فيها ليبت كتير هناخد شوية نسيب شوية، حاجة فيها توكسين نعملها detoxification وهكذا. تمام، هايبرتنشن يعني الضغط بتاع الوريد ده زاد. طيب ايه اللي يخلي الضغط بتاع الوريد يزيد؟ ان الوريد ده مش بيطلع الدم اللي وصل له، فبالتالي الضغط جواه زاد. طيب ليه ما بيطلعش الدم اللي وصل له؟ compression on portal vein by regeneration nodules، النوديولز اللي طالعه ديت شكلها مش منتظم، فبدل ما هي مطلعه الطبيعي شكله سداسي وعلى رؤوسه البورتال ترايدز، لا ده ضغط على البورتال الترايد دي والناحيه التانيه زقها كده، فايه بدأت تعمل كومبريشن. الكومبريشن ده بيخلي البلاد اللي جوه البورتال فين يفضل موجود ما يطلعش، وبالتالي يزيد الضغط عليه ويبتدي يرجع. ودي اهم نقطه، ان البلاد اللي بيبقى موجود ده بيبتدي يرجع، فقدامه حل من حلين، يا اما الانستموزس. طبعا انتوا عارفين ان هو الجي اي تي بالذات في كذا انستموزس نتورك، لربما يكون في اورجان معين مش وصل له دم بالارتري بتاعه، فيحصل انستموزس ويوصل له دم من ارتري بيدي اورجان جنبه، ودي نقطه مهمه. فانت عندك في الليفر هنا في دبل بلاد سبلاي، بورتال فين اي نعم مش اكسجينيتد ولكن بلاد، والهيباتيك ارتري، فما بينهم بيحصل فيه انستموز. الانستموز دي بتفتح لما الضغط يزيد عشان الدم يرجع، خلاص هطلع فين؟ ده في هنا ارتريول صغير كان مقفول، لا نفتحه. فايه فيتفتح الانستموز الصغير ده، البرانشز الصغيره دي. البرانشز ديت مش بس هتنقل الدم، ده الضغط اللي هيبقى موجود في الهيباتيك ارتري هيوصل للبورتال فين، لانه بقى خلاص ميه واحده، فالبريشر اللي جوه الهيباتيك ارتري هيبقى زيه زي اللي موجود جوه البورتال فين. طيب هو اعلى؟ اه طبعا، ان البريشر في الارتريز في العموم اعلى من البريشر في الفين، فبالتالي البورتال هايبر تنشن هيزيد اكتر، البريشر جوه البورتال فين هيزيد اكتر. تمام، ف transmitting the higher arterial pressure to the vein. طيب ايه بقى الايفكت بتاع البورتال هايبر تنشن؟ يعني ايه الخطر ان الضغط يعلى جوه البورتال فين؟ الخطر ان هو لما يعلى وما يعرفش يطلع هيبتدي يحصل له استاجنيشن في الاماكن اللي هو جاي منها. طيب هو جاي من فين؟ هو جاي من كل الجي اي تي، جاي من الاستومك، وجاي من واللور بارت اوف الاسوفجس مع بعضهم، وجاي من السبلين، وجاي من السمول واللارج انتستين اب تو ريكتم. تمام، فايه اللي هيحصل عندنا؟ الفاريسيس دي اول كلينيكال sign of liver cirrhosis عندنا complicated by portal hypertension. يعني ايه varices؟ in English هي ال veins اللي انت كانت بتودي دم portal vein ما بقتش تودي دم، فبقت اوسع وبقى الدم متجمع فيها، فبالتالي ال veins ديت ما كانتش متعودة على ان ضغطها يبقى عالي كده اهو وفيها الدم ده كله، فتبتدي ترابشر، سواء بقى مع الاكل ترابشر او spontaneous rupture او كده. ف الفاريسز ده هي dilated tortuous veins due to anastomosis between systemic and portal veins. بالنسبه بقى للفيتر هيباتيكاس والهيباتيك كوما، الاثنين دول complications من الليفر سيل فيلير، نفس النتيجه ونفس السبب، ان الميتابوليزم اللي بيعمله الليفر مش بيبقى موجود، فبالتالي في برودكتس معينه كان المفروض الليفر يتخلص منها بتطلع بطريقه تانية ان الليفر مش موجود، بما فيها الميركابتنز سبيشال مثايل ميركابتن. ده المفروض الليفر لما بيبقى فيه ميثيونين في الجسم بيتخلص منه ايا كان مصدره بقى، من الالمنتري ولا مسلز ولا ايه، بيتخلص منه ميديكيشن وينزل بقى كاش تيولين. هنا ما بيحصلش الكلام ده، فبيطلع ميركابتنز وبتطلع من الريسبيراتوري سيستم، فبتعمل الفيتر هيباتيكاس اللي هي ماوس سميلنج، او بتبقى اكتر شبه السلفر الريحة. الهيباتيك كوما كذلك برضو المفروض الامونيا المفروض الليفر يتخلص منها، ما بيتخلصش منها برضو، فبيبقى عندنا ان الامونيا تتجمع في تتراكم في الدم وهي لايبوفيليك، فبتعدي البلود برين بارير وتوصل للمخ وتعمل هيباتيك كوما
وهيباتيك كرونس سبب ان ايه، خلاص هي عدت فاصلة الجانجليون سيلز بتاعت الليفر بتاعت البرين، يبدأ يحصل فيها ديجنريشن وديما ويبدأ البيشن يدخل في الهيباتيك كوما. دي الساينس بتاعت الليفر سيل فيلير. خامس كومبليكيشن عندنا من الليفر سيروزس. سادس كومبليكيشن والاهم هي الهيباتوسيلر كارسنوما. الهيباتوسيلر كارسنوما اسمها يعني خلاص بدأ يحصل عندنا كانسر في الليفر. اكتر طبعا مع مين؟ هيباتيتس بي مش هيباتيتس سي، تمام. الماكرو نودولار سيروزس ايا كان سببه، مش لازم يكون بوست هيباتيتك، احنا قلنا ان هم ليهم كذا سبب، بس ما دام بقى عندنا ماكرو نودولار يبقى غالبا ممكن يبقى يعني اخطر ان هو دخلنا في وقت كارسنوما. الافلاتوكسين ده في فطر اسمه اسبرجيلا سليفس، في بلاد الفلاحين لما يبقى في محصول قمح او كده مش واخدين بالهم منه، بيطلع عليه الفطر ده وبيطلع التوكسين ده اسمه افلاتوكسين، من الاسم بتاع الاسبرجيلوس فليفرز. فافلاتوكسين فيتال، ده برضو بيعمل الهيباتوسيلر كارسينوما وبتبقى فيتال الهيباتوسيلر كارسينوما ساعتها يعني، تمام. طيب عندي بيشنت عنده اكيوت هيباتيتس، وعندي بيشنت تاني عنده كرونيك هيباتيتس اب تو سيروزس، وعندي بيشنت تاني دخل كمان في الهيباتوسيلر كارسينوما. ازاي بقدر افرق ما بينهم؟ شفنا الفرق باثولوجيكال بيكتشر ما بين الاكيوت والكرونيك في حاله الجروس والماكروسكوبيك بيكتشر. في الهيباتوسيلر كارسينوما هنشوف الفروق دلوقتي. الكانسر في العموم بيبقى ايه، يعني الفكره بتاعته ان السيلز بيبدا يحصل لها ريبليكيشن بشكل غير منتظم وسريع، فبالتالي بيبدا يحصل عندنا كومبليكيشنز الموضوع ده، ان هو بياخد بلاد اكتر من الطبيعي، باقي السيلز ما بتكفيهاش، فالبيشنت بيدخل بعد كده في الكاشكسيا او كده، وبيبدا يحصل عندنا هيموريج ونون فانكشن لان السيلز مش طبيعيه وكده. فالشكل بتاعها هيبقى ايه؟ السايز اكيد هيبقى انلارجد، الشيب ممكن الاقي نوديول واحده او مالتيبل سمول نوديولز، ومش معنى ان هما مالتيبل سمول نوديولز ان هما ميتاستاسيز من تيومر تاني برايمري في مكان تاني، لا، ممكن بس كارسينوما تبدا من كذا نقطه، ممكن عندنا تكون سوليتري بس. السايت لو مالتيبل سمول نوديولز هلاقيهم سكاترد ثرو اوت ذا ليفر، يعني في كل الليفر. كات سيكشن هلاقي فيه بقى نكروزس وهيموريج بايل ستيننج. بايل ستيننج ده في الاماكن الطبيعيه، نكروز هيموريج ده في الاماكن اللي فيها اكستنشن يعني للتيوم. طيب مايكروسكوب بيكتشر بعد كده، تحت الميكروسكوب هلاقي ايه؟ هلاقي المالجنانت كرايتيريا بتاعت السيلز. دي برضو من البيزكس المعروفه في اي فرق ما بين بناين تيومر ومالجنانت تيومر. السيلز نفسها النيوكليار سيتوبلازمك ريشيو بيبقى اعلى، النيوكلاي بتبقى اكتر يعني، النيوكليار مبين بيبقى ثيك والنيوكليولاس تبقى بروميننت، وبالتالي معناها ان النيوكليار سيت هايبر اكتف، انقسامها كتير بشكل جنوني يعني. الباترن اللي بيتاخد في حاله الهيباتوسيلر كارسينوما بتاعت السيلز ديت واحد من اربعه، يا اما ترابيكولار اللي هم عاملين زي شبكه مع بعضيهم بليت لايك زي البليتس اللي كانت بنحكي عنها في الليفر في الاول، او ستوريد لا كلهم مع بعض مفيش اي شبكات ولا حاجه، هو مجموعه سيلز موجوده جنب بعضها بشكل سوليد. اثينر يعني عامله زي ما تقول ان هي جلانز، يعني عامله اثينايل كده لكن هي مش جلانز ولا حاجه، هي دي هيباتوسايتس. فايبرولاميلر يعني ايه؟ يعني هي سيباريتد، هي كانسر سيلز بس سيباريتد بفايبرس تيشو. ده حلو ولا وحش؟ ده حلو. ليه؟ لان الفايبرس تيشو ده مش هتقدر تعدي فيه الليباتوسايتس، وبالتالي المالجنان ديت، وبالتالي بيبقى الانفيشن بتاعها اقل، اللوكلس ويت بيبقى اقل، وبالتالي جود بروجنوزس تبقى في حاله اليوم، تمام. ده شكله الكروس بيكتشر بتاع التيومر. لو تبص لنا هنا ده ستروتيك، وده هنا التيومر بنلاقيها نوديول ممكن تكون واحده او اكتر، ده احنا شايفين كده اهو فيها نكروزس، مش باين فيها بايل سيننج قوي بس يعني النكروز باين اكتر جوه، كمان هي هتلاقي حته مثلا فيها هيموريتش وكده. بالكروس بيكتشر مايكروسكوبيكلي هم دول الفور باترنز اللي قلنا عليهم. اول باترن اللي هو الترابيكولا اللي هو تحس ان هو برضو بيحاول يحافظ شويه على الـ شكل الشبكه اللي هو شكل الليفر لوبيول عادي، بس طبعا غير منتظم زي ما احنا شايفين. بي ده الاثينر احنا شايفين كده هو بدا ياخد شكل جلانس، ولكن احنا عارفين ده مش جلانس، دي سودو جلانديولار.
السي ده هو السوليد الستيلز جلوموجين، بعدهم فين وفين لما تلاقي مسافات صغيره كده هو مش عامله شكل تريبيكل ولا حاجه، والدي اللي هي سيبيتد باي فايبرولاميلر سيبيتد باي فايبرس تيشو، ما بينهم كده تلاقي هنا مجموعه سيلز كوندنسد وبرومننت نيوكليولاس وهاي ان ان سي ان اوفر سي ريشيو، ولكن ما بينهم هتلاقي فيه ايه فايبرس لاميلي كده اهو. طيب ده الباثولوجيكال بيكتشر عندنا. السبريد بتاعها بقى بيبقى فين؟ اي سبريد لاي مالجنانت تيومر بنقسمه دايركت بلاد ولمفاتيك. الدايركت ايه هو الاماكن القريبه عليه؟ خلاص بره الليفر من خلال البورتال فين، هي انتر هيباتيك البورتال فينز اللي جوه الليفر يعني قصده، هيروح لباقي الاورجنز بتاعت الجي اي تي. من البلاد هيطلع لفوق بعد كده على اللانجز مينلي، البونز ولكن اللانجز مينلي، ليمفاتيك الليمف نود اد هايلم اوف ليفر. ده في الاول خالص، بعد كده يبتدي يبدا ايه يحصل سبريد على ثرو اوت ذا هول بودي. بس باقي بقى اللي هو الكلينيكال والدايجنوزز والتريتمنت وكده مش تبعنا احنا، بناخد الباثولوجي بس، احنا ازاي بنشخص كباثولوجيست، لكن باقي القصه بتاعت المريض ديت ده بعدين هتاخدوها في البطن والجراحه وكده. نيجي بقى للسكند ليفر تيومرز. هل معنى ان انا لقيت نوديول في الليفر ان دي وكانسرس ان دي برايمري؟ لا، ممكن تكون سكندري، لكن النسبه بتاعتها اقل، بتبقى 10% بس. جاله منين بقى؟ دايركت يعني من مكانه من غير ما يعدي على بلاد ولا على لينف ولا حاجه. الاستومك قريبه خالص على الليفر، والكولون خصوصا الترانسفيرس كولون برضو فوق الليفر فوق بالظبط، فممكن لو في تشومه هناك يوصل للليفر. البلاد في عنده دبل بلاد سبلاي، البورتال فين هيباتيك ارتري، اللي بيعمل لهم درينج هم اللي بيجيبوا له الميتاستاسيس. بورتال فين بيعمل درينج للاستومك والكولون والريكتوم والبانكرياس، هيباتيك ارتري بيودي لللنج وبيوصل في السيستم سيركوليشن، فكل دي حاجات معديه عليها السيستم سيركوليشن زي الكدني والبريست. الليمفاتيك منين؟ من اللنج والبريست، لان دول اقرب ليمفاتيك بلكسسز قريبين على الليفر، هما الريسبيراتوري والبريست. طيب الباثولوجيكال بيكتشر، التيومر زي ما قلنا في اي حاجه في اي عضو بيبقى قريب من بعضه الشكل. الفرق بيبين لي ان ده برايمري سكندري من السيلز نفسها، مش هلاقيها هيباتوسايتس في الميكروسكوب بيكتشر، فبالتالي هتبقى مش برايمري، ودي حاجه بيزك يعني. الجروس بيكتشر بس هلاقي ان هو قريب، السايز انلارجد، الشيب فاريبل سايز، سيركمسكرايبد نوديولز يعني محدده، with amplification. amplification ده ليه؟ لان بيحصل central necrosis، ده بيحصل برضه في حالات الهيباتوسيلر كارسنوما، ولكن الفرق هنا عن الهيباتوسيلر كارسنوما البرايمري، الهيباتوسيلر كارسنوما طالعه من الليفر وبالتالي واخده البلاد سبلاي بتاعها من الليفر، فالبلاد سبلاي مكفيها فمش لازم يحصل فيها central necrosis. لكن دي متاستاسيس جايه من اورجان تاني كان عندها بلاد سبلاي هناك، ولكن حصل لها ديتاتشمنت ووصلت للليفر، فلما وصلت الليفر البلاد سبلاي بتاعها مش لازم يكون ادكويت، فممكن يحصل امبليكيشن اللي هو سنترال نيكروزس، ولو خصوصا لو الحجم كبير عشان ال بتاخد بلاد من السيلز اللي حواليها والبيوز اللي حواليها، فبيبقى بريفري سبلايد اكتر من السنترال. السنترال مش هيبقى وصله دم قوي فيحصل فيه امبليكيشن. السايد زيه زي برايمري برضه ثرو اوت ذا ليفر، والكات سيكشن برضه هلاقي فيها نكروزس يا هيموريج يا بايل ستينج. ده شكل ميتاستاسيس في الليفر سكندري زي ما احنا شايفين كده، الاحجام مختلفه هنا، بس ما فيش يعني واحده فيها نكروزس قوي، ولو ان دي مثلا السنتر بتاعها هنا ودي بدا يحصل فيه امبليفيكيشن، ولكن ده كات سيكشن مش باين كده. يبقى احنا خلصنا الباثولوجيكال بيكتشر بتاعت الهيباتوسيلر كارسينوما او الليفر كانسر في العموم. يبقى احنا كده خلصنا الجزئين الاهم في حاله الانجري لما اتكلمنا في اول محاضره، الانفلاماتوري والنيوبلاستيك. في موضوع تاني احنا بندرسه هنا في مصر لانه كومون في مصر، ولو انه ابتدى يكون اقل شويه ولكن ستيل برضو لازم ندرسه، هو البلهرزيز او البلهرسيا. في مصر هي تعتبر من الدول الانديميك فيها البلهرزيز.
احنا عارفين طبعا القصة بتاعت البلهارزيس ديت كبارا سيتولوجي، ان هو في تو تايبس من البارازايت ده، اشتزوما هيماتوبيام واشتزوما مانسوناي. والمانسوناي هي الاليمنتري، لكن الهيماتوبيام دي بتبقى يورينري. الشيزوما مانسوناي ديت ممكن بعد ما تبقى موجودة في الانتستين، وده يعتبر المكان البرايمري ليها، تتحرك وتوصل على الليفر عن طريق برضو البورتال فين. ايه اللي هيتحرك يوصل للليفر؟ هل الورمز المين اللي هي تبقى موجودة في الانتستين وتحصل فيها تزاوج وتطلع اوفا وكده؟ لا، الديد وورمز والاوفم هم دول اللي بيتحركوا، ان هم اصغر في الحجم، يقدروا يعدوا في البورتال فين ويوصلوا للليفر. طيب احنا هنتكلم هنا الاتيولوجي بتاعها ازاي بيبقى في ليفر بلهارديزيس، مع ان هو انتستاينال زي ما شفنا. سكندري تو انتستاينال بلهارديزيس باي شيزوما مانسوناي، الروت من البورتال فين يوصل البورتال تراكت يوصل للليفر. فاكتورز افكتنج، يعني امتى بيبقى البيشنت عنده بلهارديزيس سيفير وتاني مايلد؟ على حسب والله النمبر اوف اوفا اند ديد وومز اللي وصلت، duration of infection بقاله قد ايه infected وما خدش treatment، وال site of trapping fine او coarse، ده هنحكي عنه في السلايد الجاية، فرق ما بين الفاين والكورس في جدول وكده. النقطة الأهم بالنسبة لنا كباثولوجي في حالة ال بيهازيزس، بعيدا عن الإتيولوجي وعن ال effects، ال effects هتبقى برضه انت حصل عندك fibrosis فيبقى عندك بورتا hypertension بيلورتال فانكشن واسايتس وستيزس في البورتا سبينيك فينز، ولكن ده بيري بورتال فايبروزس. بمعنى ايه؟ انا حصل عندي فايبروزس حوالين البورتال فينز وكده، لكن انا ما عملتش ديستورشن للليفر سيلز نفسها، ما بقاش عندي فيه جزء نكروزس وحصل عليه ريجنريشن ديولز وكده، لا انا عندي اوفا او وورم ديد اصلا وصلت في مكان، فالمكان ده مش بتاعها، فابتدى يحصل عندي فايبروزس، بحاوطها الفايبروزس زي جرانيولوما كده اهو، عشان ما تأذيش، ما يحصلش منها اي رياكشن او كده. فالجرانيولوما زي انا عملتها ديت هي اللي بتعمل عندي الفايبروزس، لكن هل ده سيروزس؟ لا، ده بيري بورتال فايبروز. تمام، وبالتالي على اساس المكان بتاعها، على اساس الافكت، يعني هيبقى فاين ولا كورس فايبروزس. فاين فايبروزس ان هو فايبروزس مش كبير، مش كتير. والكورس لا، ده فايبروزس كتير. ليه؟ لان في مساحة انه يتكون فايبروزس كتير، وهناك مفيش مساحة. طيب ليه؟ هنشوف دلوقتي المقارنة الاوجه بتاعتها مترتبة بالترتيب. اول حاجة هتحصل عندنا ايه؟ الانفكشن. الفاين ده اصلا البيشنت عنده مايلد انفكشن، ما عندوش وومز كتيرة موجودة في الانتستن عنده، على عكس في حالة الكورس ده عنده كذا ووم جوه الانتستن والانفكشن بتاعه سيفير. طيب بالتالي الاوفا والديد وومز اللي هتبقى عند البيشنت ده هيبقى عددها قليل، هناك لا هيبقى عددها كبير، وبالتالي دول لما يوصلوا الليفر هيوصل عدد قليل. عشان يقف في الليفر العدد القليل ده، مش هيقف في اماكن كبيرة، مش بورتال تراكتس كبيرة، هيوصل في الايه انت بورتال تراكتس. بورتال فين لما بيدخل الليفر بيقعد يتقسم لفينز اصغر واصغر واصغر لحد ما تبقى تراكتس، والتراكتس تبقى اصغر اصغر لحد ما خلاص نوصل للبورتال تراكت. ده هيقف في الحاجات الضيقة لان هم عددهم صغير وقليلين، فبالتالي هيقف في الفاين بورتال تراكتس. هناك لا، دول عددهم كبير، هيقف في الكورس بورتال تراكتس. وبالتالي لما يحصل عندي فايبروزس، مفيش مساحة اصلا ان يحصل فايبروزس، هنا اهو كبير، فهيبقى الفايبروزس فاين، وحصل في مكان البورتال تراكتس الفاين. هناك لا، هيبقى عندي مكان كبير وقفت فيه سدته الاوفا الكتيرة ديت والديد وومز الكتيرة، فيحصل فايبروزس كبير كمان حول المكان ده. الجروث بيكتشر والماكسور بيكتشر الباثولوجيكال بالنسبة لنا، يعني الجروث بيكتشر هلاقي الشكل من بره سموث او فاينلي نودولار، لان الفايبروزز مش كتير، وبالتالي لما يحصل كونتراكشر وشرانكنينج للليفر مش هيأثر قوي في الشكل لان كميات قليله، لكن هناك لا، هيبقى في عندي ديبريشنز واليفيشنز، يعني هيبقى الشكل irregular. تمام، المايكروسكوب بيكتشر بعد كده لما ابص عليه بالمايكروسكوب هلاقي هنا الفايبروز مايكروسكوبيك،
يعني مش كبير، حاجات بسيطة خالص. هناك الايه بايب ستيم، بايب ستيم يعني ايه؟ يعني بايب يعني ماسورة، وستيم يعني جذع الماسورة اللي هو الحتة اللي في النص في الماسورة. ليه؟ لأن الفايبروتس بيبقى تخين وداير ما يدور كده، فبيبان بالميكروسكوب وكأنك انت باصص على ماسورة من فوق، فباينة الدايرة بتاعتها. زائد بريشر اتروفي اون نيبرينج سيلز، ليه؟ طبعا لأن الحجم كبير فضاغط على السيلز اللي حواليه. ده المهم عندنا كباثولوجي في حالة البيلهارزيزيس، ان احنا نبقى عارفين ليه الواحد ممكن يبقى عنده ليفر بيلهارزيزيس، وايه الافكت بتاع الليفر بيلهارزيزيس سواء كان فاين او كورس. اهم حاجة ان ده بيريبورتال فايبروزيس مش سيروزيس. تمام. اخر حاجة عندنا تجميع في اخر المحاضرة عن كودز الهيباتوميجالي، ده ممكن يجي ام سي كيو، وهو في الانترنال ميديسن في البطنة مهم، فنقولهم سريعا كده. مش هنقدر نقسمهم تلاتة كونجنت اوتوماتيك فات من البلاستيك، احنا عندنا انفلاماتوري ونيو بلاستيك، ولكن الباقي ديت اسباب مهمة وموجودة برضه، ديجنراتيف ميتابوليك وسيركيولاتوري. تمام. انا بس النقطة ان انتوا مش عليكم التفاصيل بتاعت الديزيز ديت زي الكاري سندروم والليبل ستوش ديزيز وكده، فانتوا خليكم عارفينها اسماء بس. احنا الاهم عندنا الانفلاماتوري والنيو بلاستيك. نيو بلاستيك هو المالجنسي سواء كان برايمري او سكندري او الليمفومز، الليمفومز توصل لكذا اورجان، مش لل مش بتبقى في لينف نود بس او في لينفاتيك اورجان بس زي السبلين وكده. والانفلاماتوري اهم حاجه عندنا الفيرال، البارازيتيك، البهازيس مهم، الملاريا والباقيين مش كومون، السبيورتيف جرانيتوس مش قوي، السي في سي والكاري سندروم احفظوهم اسماء بس لان شرحهم هيبقى تو ماتش، يعني هيبقى حاجات انترنال ميدس بالنسبه لكم. الدايابيتس والجلايكوجين ليبر ستورج ديزيز، ديجنريتيف فايتي تشينج ناو دايز يعتبر فايتي تشينج، ده هو اكتر ليفر ديزيز موجود عندنا. زمان كان ما يعتبرش ديزيز، يعتبر ديجنريتيف تشينج عادي، ان الواحد لما بيكبر في السن عادي يحصل عنده فايتي ليفر، ولكن دلوقتي بدأ يبقى فيه اتجاه لان الفاتي ليفر ده الواحد يقاومه، يبتدي ياخد ادوية ليه ولايف ستايل موديفيكيشن وكده يعني. بس هي دي محاضرة الهيباتوباثولوجي، اتمنى ان انتوا تكونوا